توك كنا نشوفها بالافلام الهنديه بس اي لكن ما اعرف تغيرت شو وصلها شوارعنا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه لحضرتك والى السيد اللواء ومشاهديكم الكرام. حقيقه قضيه المجتمع، خلينا ناخذ المجتمع العراقي نموذج. كل مجتمع يمر بازمه اقتصاديه ازمه اجتماعيه هو يفرز ظواهر. طيب عندنا مثل ظاهره الحواس الان، ظاهرة التسول، ظواهر التيك توك وغيرها. هذه عندما تظهر حالة وما تعالج، عندما تصبح ظاهرة راح يصعب علاجها. ليش؟ لأن يصطدم مع مفاهيم اجتماعية أخرى. إجا الشفل وراد يشيل حواس مثل، ظلت تناشد العوائل، رئيس الوزراء وغيرها، تنتهي المسألة. كذلك باكر إذا مثلا منعنا التيك توك راح تطلع عندنا مشاكل. إحنا عندنا بعلم الاجتماع أستاذ العزيز، أنا ليس مع وليس ضد. يعني السيد اللواء يقول مثلا الجرائم اللي ارتكبت بقضيه التيك توك مو زين، احنا هم عندنا جرائم ما ارتكبت بقضيه التيك توك، وانما هناك جريمه ولكن انا باشر من اشيل التيك توك، هل ترفع الجريمه بالعراق؟ لا، يستخدمون الماطور، اشيل الماطور، استخدم المشي، استخدم. فاذا التيك توك قضيه هذا لان هو سهولة الحركة غيرها. احنا خلينا نكون واقعين استاذ العزيز، التيك توك عندما ظهر سألتني ليش اجى العراق؟ اجى من بعد معاناة. ترى لا تتصور اليوم شاب عراقي يصعد بتيك توك يكشخ، لا خوب يصعد بلكزكز يكشخ، هو الشاب العراقي. ولكن هذا دائما وين يكثر؟ يكثر في المناطق الحمراء، علماء الاجتماع يسميها، علماء هذه المناطق الحمراء اللي يكثر بها الفقر، يكثر بها السلوك الجمعي، يكثر بها عدم وجود هذه البدائل. لذلك اخذها هذا الشاب للمعيشة بالبداية. أثناء المعيشة صارت عدة نوع من الكير يسميها التراخي الاجتماعي، الضوابط الاجتماعية ما موجودة. لذلك إحنا مو فقط عدنا لمسنا المخدرات ولمسنا، لا لمسنا فوضى اجتماعية الآن. يعني أنا أعرف واحد قبل ما أجي البرنامج خابرت الشيخ عشيرة، قلت له شنو طلايبكم؟ قال لي الدين والتيك توك، هذا دعمه. لذلك يوميا مطلعين قانون العشائر. لا انا اريد اعرف هاي بمناسبه القانون، تحدثنا يمكن قبل قليل عنها، هذه فقره ابو الدراجه يدعم ما او يمدعم هي هاي. انت بكل حالات انت الغلطان. زين انا شنو ذنبي اذا واقف ويجيني ابو توك توك ضرب سيارتي؟ طيب لازم انا اكون انا صاحب السوق، هذا بيا قانون. هذا التفاصيل اريد اخذ بعد اكثر امور اجتماعيه وتوضيحيه. ليش خلى الناس تلتجئ إلى التيك توك رغم المخاطر اللي يحتويها؟ وأعتقد سببها من بداية حدث سببها سهولة استخدامها، لكن هنالك أسباب أكثر. أخذها بعد الفاصل بعد إذنك أستاذ.